السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. محمد صلاح بيفتح النار على إدارة ليفربول في لقائه الصحفي مع الإعلامي المصري عمرو أديب. محمد صلاح: بتخيل الأهداف في مخيلتي قبل لعب المباريات. عمرو أديب سأل محمد صلاح: إزاي بتعرف تسجل بسهولة؟ وكان رد محمد صلاح: محمد صلاح صرح وقال: أنا عايز الموسم ده أفوز بالجايزتين دول. إزاي يا صلاح عرفت تتأقلم مع الغرب؟ وده كان سؤال عمرو أديب لمحمد صلاح. قبل ما نبدأ الكلام في الفيديو، صلي على النبي وما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الكلام في الفيديو. عمرو أديب الإعلامي المصري سأل محمد صلاح في لقائه: هل محمد صلاح مستمر مع ليفربول؟ رد محمد صلاح وقال: الموضوع مش بإيدي، الموضوع بإيد الإدارة، أنا عايز أستمر مع ليفربول، ولكن لسه ما وصلناش لاتفاق مع الإدارة، لو ما وصلتش لاتفاق مع الإدارة سوف أرحل عن ليفربول قريبا. عمرو أديب سأل محمد صلاح: إزاي بتعرف تسجل بسهولة؟ رد محمد صلاح وقال: أنا بتمرن كتير، بتمرن على الفينش قدام المرمى، عشان لما ألعب والكورة تجيلي قدام الجول ما تفاجئش، وبكون متعود على الفينش وعندي ثقة في نفسي قدام المرمى. محمد صلاح صرح أيضا وقال: أنا عايز أفوز الموسم ده بجايزتين، الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأنا لما بكون عايز أكسب جايزة وبحطها في دماغي في الغالب بفوز بيها، فإن شاء الله أحصد جايزة منهم الموسم ده، وأتمنى أني أحصد الجايزتين مع بعض. إزاي يا محمد يا صلاح عرفت تتأقلم مع الغرب؟ رد محمد صلاح وقال: لازم تتأقلم مع الغرب، تعرف إيه الغلط وما تعملهوش، الموضوع كان صعب عليا في الأول، ظروف المناخ أثرت عليا بشكل كبير، بس جو ليفربول ساعدني عشان أنا بحب ألعب في الجو البارد، وأنا في طبيعتي شخص هادي وبحب المناخ الهادي. سأله أيضا الإعلامي المصري عمرو أديب: ما شعورك يا محمد يا صلاح بعد خماسية مانشستر يونايتد؟ رد محمد صلاح وقال: سافرت لندن بعد الماتش ورحت أكلت سوشي وتصورت مع تمثال الشمع بتاعي. سأله أيضا الإعلامي عمرو أديب: في رأيك يا صلاح من يستحق الكرة الذهبية؟ رد محمد صلاح وقال: ليفاندوسكي لاعب بايرن ميونخ أو ميسي لاعب باريس سان جيرمان، هم دول الثنائي اللي يستحقوا يفوزوا بالكرة الذهبية. سأل عمرو أديب وقال لمحمد صلاح: مين المثل الأعلى لمحمد صلاح؟ رد محمد صلاح وقال: أنا ماليش مثل أعلى، أنا من أيام ما كنت في المقاولين العرب كنت بشوف الإنسان الناجح ده ناجح ليه، والإنسان الفاشل ده عمل إيه عشان يفشل، وبحاول أتعلم من غلطات غيري. بس كده في نهاية الحلقة دي كانت كل التصريحات أو أهم التصريحات اللي قالها محمد صلاح في لقائه مع عمرو أديب. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة.